واحد بيقول انا شاب متزوج من حوالي 4 سنوات وزوجتي باعت اساس المنزل مرتين في سنة واحدة. ليه كنت واخد الاساس المنزل ده بالايجار ولا ايه؟ ازاي بعته مرتين وكل شوية ترفع علي سكاكين؟ وتسببت لي في عاهة مستديمة. عاهة مستديمة في قدم اليمنى وثقب في طبل الأذن، يعني وصلت له. من كثرة المشاجرات. وكل شوية تجري على اسم الشرطة وتعمل لي محضر. انت تقول لها انا هسيبك وراه عند ماما. ده لازم مع اخذ الزواج اعمل له شهادة تأمين على الحياة. اكمل النهاردة جاتني اسئلة كتير عن الرهبان. شوف يا ابني، مراتك زي ما تعودت عليك، ان عودتها انها تضربك هتعمل لك جدول ضرب. والمهم انه بيقول انها بتضربه وتروح تعمل له محضر في البوليس. يعني تقول في المحضر ايه؟